بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستكمل معكم دروس مادة لغة الجميلة للفصل الدراسي الثاني مقرر الأسبوع التاسع، وحدة المهن والحرف. درس اليوم مدخل الوحدة. ننظر إلى هذه الصور لنتعرف على صاحب الحرفة أو صاحب العمل الذي يقوم بهذه الأعمال. أنتم تنظرون إلى هذا العامل الذي يصنع الفخار، نعم، فهو عامل نسميه الخزاف. هذه الصورة كما تشاهدون صورة عامل يقوم بقطع الخشب ويستعمل المنشارة ويستعمل آلات النجار، فهذه الحرفة يقوم بها النجار. الصورة التي في الأعلى كما ترون هذا العامل يستخدم إبرة الخياطة، فيمكن أن نسميه، نعم أحسنت، كما قلت هذا هو الخياط. أما الصورة في الأسفل فكما تشاهدون صورة هذا العامل الذي يقوم بالزراعة، فنحن نسميه كما تعلمون، أحسنتم بارك الله فيكم، مزارع. هذا العامل يقوم بإصلاح السيارة، نعم عرفتموه تماما كما قلتم، هو الميكانيكي الذي يصلح السيارات. أما الصورة الأخيرة كما ترون هذا العامل الذي يستخدم المطرقة ويستخدم السندان، هذا الرجل أو هذا العامل نسميه، أحسنتم، هو الحداد. أقرأ العبارات لأتعرف أصحاب المهن. عامل يتحدث عن نفسه فيقول: أستخدم في الرسم المسطرة والفرجار. فمن هو؟ من العامل الذي يستخدم المسطرة ويستخدم الفرجار؟ تمام، أحسنت، كما قلت تماما، هو المهندس. عامل آخر يقول: في يدي منشار وأمامي مسامير وكماشة. نعم، الذي يستعمل هذه الآلات نسميه، تمام بارك الله فيكم، هو النجار. يقول: في ورشتي مطرقة ونار مشتعلة. فمن هو؟ نعم، تمام، كما قلت تماما، الحداد. عملي بين السماء والأرض. من الذي يكون عمله بين السماء والأرض؟ يحلق أحيانا ويطير في السماء ويهبط أحيانا على الأرض، أنتم تعلمونه تماما، وأتمنى أن تكونوا أصحاب هذه المهنة، هو الطيار. أصنع طعاما لا يستغني عنه الناس يوما واحدا. تماما، نحن نعلمه ونحتاج إليه دائما، وهو الطباخ. أقرأ الآيات الكريمة الآتية ثم أستنتج منها اسم النبي والحرفة التي كان يزاولها. فضلا ابن الحبيب، رتل معي هذه الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا
إنا نسخر منكم كما تسخرون. هذه الآية تتحدث عن نبي الله نوح عليه السلام، وكان يعمل تماماً، والذي قام بصناعة السفينة فكان يعمل نجاراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمناه صنعة لبوس، هو الذي يصنع الدروع، الذي يصنع الدروع التي تستخدم في القتال وفي المعارك، يصنعها من الحديد. من النبي الذي كان يصنع الدروع؟ نعم، أحسنت، أنت دائما متفوق تلميذي. العزيز هو نبي الله داود عليه السلام، وكان يعمل حدادا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الذي كانت معجزته العصا حينما كان يلقيها فتتحول إلى حية. نعم، أنتم تعلمون قصة هذا النبي الكريم، نبي الله موسى عليه السلام، كليم الله. هو نبي الله موسى، وكما أنتم تعلمون يستخدم العصا ليهش بها على غنمه، أي ليضرب أوراق الأشجار فتتساقط فيأكل منها الغنم. إذن هو كان يعمل راعياً. السؤال الرابع يقول: أصل الأشياء بأصحابها ثم أكتبها على غرار المثال الأول. الصورة الأولى صورة بندقية، الصورة الثانية لمنشار، والثالثة لخبز، الصورة الرابعة لصنارة، صنارة، والصورة الأخيرة لقلم. البندقية، من الذي يستخدم البندقية؟ تمام، استخدمها الجندي. طيب، إذا أردنا أن نكتب جملة فقد كتبنا جملة بندقية الجندي. طيب، من الذي يستخدم المنشار؟ أحسنت، النجار. طيب، من فضلك استخدم هاتين الكلمتين في جملة، فماذا يمكن أن تقول؟ نعم، تماماً، يمكن أن تقول منشار النجار. أما الخبز فهو يصنعه الخباز، إذا أردت أن تدخلها في جملة فتقول خبز الخباز. أحسن. الصنارة يستخدمها الصياد، فتصبح الجملة صنارة الصياد. أما القلم فيستخدمه الكاتب، فيصبح قلم الكاتب. السؤال الخامس: أقارن بين الإنسان العامل والإنسان العاطل من حيث المحاور الآتية. المحاور: المساهمة في نهضة الوطن، هل الإنسان العامل يساهم أم لا يساهم؟ بالتأكيد، لأنه يعمل فهو يساهم في نهضة الوطن. أما الإنسان العاطل الذي لا يعمل، هل يساهم في نهضة الوطن؟ أكيد أنه لا يساهم في نهضة الوطن لأنه لا يعمل. من حيث ثبات الأجر، هل الإنسان العامل أجره ثابت؟ نعم، له أجر ثابت. أما الإنسان العاطل لا أجر له. طيب، من حيث كسب المال، هل الإنسان العامل يكسب المال؟ أكيد، بالتأكيد، الإنسان العامل يكسب المال الكثير. أما الإنسان العاطل لا يكسب المال ولا يكسب شيئاً. من حيث حفظ الكرامة، الإنسان العامل يحفظ كرامته؟ بالتأكيد، كرامته
محفوظة، أما الإنسان العاطل كرامته مهدرة ضائعة. من حيث الرضا عن النفس، الإنسان العامل بالتأكيد يكون راضيا عن نفسه، أما الإنسان العاطل غير راض عن نفسه. الوصول إلى الأهداف، العامل يحقق أهدافه، العاطل لا يحقق أهدافه. تنمية المهارات، العامل ينمي مهاراته والإنسان العاطل لا ينمي مهاراته. إذن هناك فرق كبير بين الإنسان العامل والإنسان العاطل، ويكفي شرفا أن الإنسان العامل يبني وطنه ويؤسس لمجتمعه ويرقى ببلاده، فكلنا نحب أن نكون عاملين لرفعة وطننا الحبيب. عمل نبينا محمد، عمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مطلع عمره في رعي غنم أهل مكة، وبعد أن شب وقويت بنيته عمل في التجارة، ولأجل أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته على التجارة ومهارته بها، فقد وكلت السيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت في تلك الفترة من أثرياء قريش أمر تجارتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعهدها ويقوم بها بنفسه، فتاجر لها وربح ربحا وفيرا. قرأنا النص السابق، نستطيع أن نستخرج منه ما يأتي. ما الحرفة التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يزاولها في أول حياته؟ انظر مباشرة إلى القطعة، ستجد أنه كان يعمل، نعم تمام أحسنت، يعمل في مهنة وحرفة الرعي. طيب، الحرفة التي عمل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن شب وقويت بنيته، ذكرتها العبارة في السطر الثاني، ابحث معي كده في السطر الثاني سريعا. الحرفة التي عمل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن شب وقويت بنيته، أحسنت، هي تماما كما قلت، التجارة. طيب، اسم سيدة نساء أهل الجنة كما جاءت في القطعة، تماما أيضا ذكرت في السطر الثاني، أيضا في نهاية السطر، نعم هي السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. اسم قبيلة معروفة في الجاهلية، تماما تعلمونها جيدا، ذات شرف ونسب، قبيلة قريش، تماما أحسنتم. خلقا عظيما عرف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأمانة، أحسنتم. ما مرادف كلمة بداية كما وردت في الفقرة؟ نعم، كلمة بداية هنا بمعنى مطلع، ضد كلمة قليل. نحن نعلم ضد قليل كثير، لكن وردت في الفقرة بمعنى آخر وهو وفير. أما مفرد كلمة سيدات فهو سيدة، جمع ثري، نعم أثرياء. فاعلا من السطر الأول، السطر الأول ذكر فعل والفاعل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلا ماضيا أيضا من السطر الثاني هو كلمة وكلت، مفعولا مطلقا من السطر الأخير وهو كلمة ربحا. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الجزء الأول من مدخل الوحدة الرابعة، المهن والحرف. نستكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى في حصة قادمة درسنا. تمنياتي لكم بالتفوق والنجاح والصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم معلمكم عبد المعز مدبولي، معلم اللغة العربية بمدارس دار الثقافة الأهلية.